לגבי שירים שהיו באירועים, למשל, שירים שאת זוכרת. בטח. أنا كبرت على غناوي دي سامي المغربي وكان بروفيسور للموسيقى وكان سامي المغربي كان هدف دار السلطان وكان كان يغني وكان هدف دار السلطان وحنا كنا نسمعوه بزاف أونريكو ماسياس بزاف كنا نسمعوه وخا صغيرة أفال الوالدين ديالي ما كانوش يعبيونا أفال كان عندنا الفاميليا ديالي كانوا يعبيوني تس بابا ماما ما كانوش مودرني مزيان وشي حاجة دي بل كانوا واحد المشبحة ديالي كانوا يعبيوني وانا كان يعجبني بزاف نغني ولدابا انا كان تعجبوني الغناوي وكان غني عربية حتى دابا وهنا كان اعمل الغناوي وكان جو عمار كان سامي المغربي كان ألبير سويسا وكأجوك لك دي باش علاش كبرنا احنا في الدار البيضاء وكانوا المسلمين غنايين بزاف بطخ المسلمين دي غنايين مزيان 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 كانوا الآلاء كان الشعبي كان كل شيء ولدابا انا كبرت عليهم وباقيه فيهم ومسيت للدار البيضاء وسريت الديسك ديالهم وجبتهم وكنغنيهم وكنغني هنا الناس كبار هنا هذا كيحبوني بزاف نغني لهم هذوك الغناوين